خلينا اسمع هاي القصيدة. يقول أوقف يا وطن، أوقف يا وطن يا اللي عندك أنا سباع، قاعك تبقى حرة ولا ما نطيها، نطلع الباقها ونطلع الشذاب، بدينا باكر ونعدم حراميها، ما خلونا بد نرتاح بس فد يوم، وسلطان العصر شو مسوي شابيها، هاي اللي تعدها وهاي بيها الماو وهاي الما أخذها بيش يطيها، احنا اللي قطعنا واحنا ثار الماو وردينا ولعبنا البيها ما بيها، المهم ما يبقى عندنا ويكتب التاريخ، نطلع الباقها نطلع حراميها، بسكم كافي عادك يوم شا يومين صار سنين بايق بيها وما بيها، خلصتوا الشعب وشفتوا الشعب شي يريد، كل واحد يقول شني شطيها وياها تدق بابه، وقول شاش وزين يطلع شو اشن وانقش ترى بيها، بعدكم بالدول نسوانكم تفتر وبعدكم شا احزاب العدكم تنطر، احنا اهل الوطن والوطن عندنا يصير، غير اهل الوطن يختار ما يقدر. والله اطلع مدري اصلك انت مدري منين، يا الحامل الجنسيه موش عراقيه، اقول لك روح انا وهاجر العمان وهناك قاعد اوصيك انا حتى تلمها بعثيه، حراميه شلع ما بيكم انا الخير، يا البكت الوطن وين الحراميه، يا البكت الوطن وين الحراميه. هاي القصيده لمن؟ لي انت شاعر ان شاء الله. والله بس ما اعرف لا اقرا ولا اكتب من قلبي. لا تقرا ولا تكتب. أيه. وهذا انت كاتب. أيه.